مرحبا بك عايشة مراكش. منين جيتي؟ تونس. تونس. شنو هما المعالم اللي تبغي تزوريهم عندنا هنايا في مراكش ولا اللي زرتيهم؟ مازلنا مازلنا كيزلنا مازلنا بدينا بهدايا من المنارة مازلنا باش نمشيو برشا حاجات ما نعرفش قلنا عليهم لقيت برشا حاجات برشا. ويعني واش بان لك تغيير؟ عرفتي بعدا بلي راه تنظم عندنا الكوب 22 ديك القمة العالمية ديال المناخ؟ عرفتيش؟ لا ما عرفتش. لا استمتعي هنايا. ميرسي بوكو. ميرسي ميرسي ميرسي. تعتبر مدينة مراكش من أهم المدن السياحية بالمغرب، والمنارة أيضا تعتبر موضع نور أو مسرجة التي تستعمل للإضاءة والتسمية، جاءت من القناديل التي كانت تضاء فيها ليلا، ثم استبدلت القناديل بالمصابيح وهي البرج العالي أو المحارس حتى توضع النيران عند الضرورة. يلا حي حي المتعلقة بتحركات العدل والاتخاذ الخيطة، وقد كانت شجاعة الاستعمال عند الموحدين حيث أطلقت على أرض بسبتة اشتراها والد القاضي غياب. ثانيا تعتبر الطاقة الهوائية من أهم الركائز الداعمة للسياحة بمنطقة مراكش، إذ تحتوي على ما يناهي 70,000 سرير وهو ما يمثل ثلث الطاقة الهوائية للسياحة للمغرب كاملة. توزع على 170 فندقا مصنف وأزيد من 100 فندق غير مصنف وعدد آخر من القرى السياحية ودور الضيافة. ومن أبرز تلك الفنادق المامونية التي يعتبر من بين أفضل 4 فنادق عالمية والتي يستقبل المشاهير من مختلف بقاع العالم. يحتوي هذا الأخير على 171 غرفة و54 جناحا و3 فيلات، إضافة إلى حديقة المامون التي تحيط به والتي تبرز الجانب الأخضر المفند للطبيعة. تعرف مدينة مراكش بعدد كبير من البنايات الأثرية شاهدة على الأسر التي توالت على حكم المغرب، لتؤكد عبر مآثرها من صوامع كصومعة مسجد القطبية والذي يعتبر أكثر المعالم شهرة وأسطورة مراكش المحلية. فتأتي المئذنة بطول 70 مترا تم تشييدها سنة 1162، يعد أحد إنجازات العمارة المحمدية العظيمة. كما نعلم أن مدينة مراكش مدينة سياحية بامتياز بصمت تاريخها باسم عريق، وتعتبر مقصد استجمام يقصدها السياح داخل أو خارج المغرب، حيث تجذبهم ببهائها وجوها المشمس وكرم أهلها. تزخر المدينة الحمراء بمآثر تاريخية شهدت على تألقها كقصر البديع الذي بناه السلطان السعدي أحمد منصور الذهبي 1578-1603 بعد تولية الحكم وانتصاره الباهر على البرتغاليين في معركة وادي المخازن عام 1578. ثم قصر الباهية الذي يعود إلى عهد الدولة العلوية للوزير أحمد بن موسى على عهد السلطان عبد العزيز مسير شؤون الدولة آنذاك. ثم أخيرا قبور السعديين وهو ضريح من أشهر الأضرحة في المغرب، واحد من المعالم التاريخية لمدينة مراكش، يوجد في القصر صبة وكان مغلقا حتى زمن الحماية. وخير ما نختصم به جولتنا في مجلسنا السياحي مراكش أجمل الشوارع المزينة بحدائق متنوعة ألا وهو شارع محمد السادس. تخيل تتخلله حدائق مزينة ومنارة وتحيط به مراكز تجارية ضخمة كالسوق المشهور منارة. أسير وراق هجم طاعي أي